نو شيء نينك قبيل آنو نصب كله هين أمر رير آنو نصب كله هين شيكتا ورير رير هبل بانا هاي يسوه أب ابن حجر رحمة الله عليه الحافظ فتح الباري يقول كل شيء إن لبضة بقى يكوبيسو كأباء أنا بين شيكتا هي شيكتا كطول أن تلكي أهين يسوه أب لكن دون أوجين يبرك تالي بقرعي ومعذور ويا بركا نينك رير آر رير كيسي أهين يسكر شيكتا وين ندع ضايمك يا وحضرك يسدد مركا قاركود أورا راي الرهيب الوانه ده الرهيب الوانه هن وهو محيس لب بدليا يا الله أعلم مركا وحويا مسألة دوا مسألة خطيرة ويا شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه أيا وحلا ويديين بل كور رمبا لقول الشيخ تذكن مصالح دنيوية مصالح دنيوية وحكوب أنت تنسيد على بقاطة تنسيد أيا القاضي نساء مركا وحلا جابا أدير كايو جنسيات دارها أيا وحكو قرية أنت ما جاي أباها كاتورو أيا وحكو قرية محيط لين جنسيات سكو قر وحكو قرية وحنا هاي محيط لين هي بالبانة أما إن كانوا أيدان سكو قبيل هم با أيا مصلحة دنيوية أو جد ما أنت نضطكم من أجل المصالح الدنيوية يبيعون دينهم مصالح دنيوية أودد أي ضد من ما أنت دين تودي أي يبين يعني والعياذ بالله آخر زمن ولا بشرى قف كنا رأس مال كيسو والدين تسويه وحلا على وحيد دين تهذا دعوعية وانسكيل على الصوت بركان الشيخ محمد بن صالح المسيور رحمة الله عليه أي لو يديه مركو رجال صالحين كشرح أيوه بل قف كقبيلة قبيلة كيسي يعني شيء أنا يا أما أبا أبي أنا شيء أنا يكون بعيد وحيد هذا العمل حرام عمل كنوع عاسو حرام وايو أمره وين بقى كنت على قلب الشيخ طوّر يسواحن والكذب الكذب كذب ومن ودائن ذنوبته كتبت وين من كبار الذنوب يعني إنه قف النسب كيسي كبار شيء أنا والذنب وين الميراث دحلك منك هذا خلينا يا دحلك أيو خلينا يا دوات ليلي جبردا فيركو وسوق جلسة الماء المهوجية هين عقوبة وين بحسته لكن نصب كسيدي هاي الله شيغا وواجب ميراث كيبو اللي باتجن المحرمية إن انتم ركي قاربا حلالك حلالك هو قان حرام بيكايه وهكذا أيا إذن محرمية دي أي خلق القلين يساء نصب كي أي خلق القلين يساء دينين كانوا حكو أبترسان إياها نصب آن نصب كي سياهين أي كو أبترسان إياها هذا با شيغ الشيطة وقفك الشيكتو أبان أبي هين يا قبيلة قبيل كيسيا هين علماء وحي أكل سارين صدح نوع أكل سارين صدح نوع أي أكل سارين هرت ماشى وحنا قص سارني وهو يعلم تيبا ولينا هاي ستا وهو يعلم يسوى أق أيو أبان أبي هين شكتي أما قبيلة قبيل كيسيا هين بو شكتي الحاج من الحجر في الفترة الحلية لا بد أبوي شملين يسا marka haduuna ogeyn marka wax meeshii laga saaraya isoon garaneyn ayu arinka ku dhacay markaasi ma laha in dambi ma laha laakiin fiima baad haduu ogaado waa inuu wixii saxo saddex nooc bay noqonaysa marka waxa kamida ilmayro la yu'rafu lahu asl ilmayro asl kiisi la garaneyn waa arurta ay reeyeen dariiqo lagu tuurayo way marka ilmaha yar ba kamida waxa kamida arurta gaalada سبيكي قارن لغا سوقاتي مركا دي آن أسل كيسي اللي قررين كاسنا دي كانوا لقيب كانوا بولمي دي كان سوقا لغا هلي مركا المها يرئين اللي قررين وحويان هدي وكو أبترصدو طبعا ما أن كان ما أنت وحال ورانيا إن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عبد الله ساسو كلي ما نقرنا يبعد بما قرنا يرخل كاسوا مدويا دنبكم لها دنبكم لها هذو نكا قاتي ولها نكا اي اباه دابي ماها ماشي عرضت لو حنا ريو كسو قاتي شفقه علي وانا عامل وراك سويان سوال الحم باي حمام باي هيستا حمام باي هيستا دبدي زيني سيتي مركي نبي لو كيني سي مركي نبي غوتي يدا او تيمد مركي دنبكي درنتي رضي الله تعالى عنها وحي كتر يا رسول الله وين زينيستي اقم عليه الحد حد كي يقول أوج بيكتر. قلت النبي صلى الله عليه وسلم كويلي. هذا هو بالرطة أوربيل المها صادق. ما
مركا إلمي صور دكتاي دوست دوا كان إلمي أرون الناس كسو نوتش هذا الناس كي يسو نوتشس إمي سي كسرتي قبر داسي وأنا صحابي هذا يا أبينا وكنا مركا دمبلها واحد توبت كانت توبت هذه لو قيبي 70 من أهل مدينة تدور مدينة هذه لو قيبيو لو ساعات بيا هاتوا تباتنا 70 من أهل جزاك الله خير 70 من أهل مدينة تضبات الرئي مدينة هذه لو قيبيته توبت ده وحويا لو ساعته تضبات 70 من أهل مدينة وين محيط ولين وي كافير هاد مركا سببت الحديث كانوا صوقاتي وحوي نبي صلى الله عليه وسلم مركي ويلي حد كيها لقو أوغو المي هي رأي سدو إن, 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 إن خبز رمضان آية وينبي جيت يسوي إن الناس كيف سوقوا شيء أي سحابة دي بكرة يا المهم قادنا آية وكرين آية مركا المهم طريق خلوا بتوري إن لنعو أو لعايو أو مجايح الله بحيو هذا ليس من الإسلام هذا ليس من الإسلام شيء بل أجر بعد كل سهادة المهم الكرسيد إلهي بعد كود دم بدافع يا حسنات بعد كل سهادة مركا عموما المهم يري هذا هو طوق قاتين أباه سوقوا شيء وأبيه هذا مركو وينادو iyo gaadina no abi hayn waan isku bedelay magacay hadaa duu baasaboorka ugu yaalay hadaa duu ruqsadda driving license ka hadduu ugu yaalay isku bedelaya wuxuu la baxay ilaa abi la garan maayo abdullahi ibn abdurrahman abdurrahman ibn abd aziz saasoo la baxaya marka ay soo gudbi kuma laha talaabada waxa weeyaan inuu magacaabi iska bedelo limasaalih dunyawiya مصالح دنيوية جنسيات مكو قادنا يا أمورك لو دنيوية كهلية وحرامية وحرام تحسين علم من الهدين وبين بوقف كاسي وقالي بين تنوى من كبائر الذنوب تصدح هذا وحوية وطوود رنوية ورغبة عن أبي والعياذ بالله أبي منعي يا سو إما تهريبين وين سو قروا يا إما دي موين هرقشن ما دوقها ستان إن أن 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 بوف سوق هذا ما قاعد أقول سك بدليه والعياذ بالله وبين وحكروا عبيد هذين وحوي العقوق الوالدين كي بيسوق جلسة وودم بوين هذين مثلاً أنا كذا معنا إخواني اللي وحوي أنا وتسالوا يكو أرنكو قاعد على صوما تسال برد وتقول إنه صوم مرة الدنيا إن تعلق وآه ولدي إنه تمد أتري وحن هرمه يا لما في فوتبان كورونا يا أرنكن أولا رمضان المسلمين تاء حمارة المسلمين تاء وادد عقيدة أن يكون مسيوية عقيدة أن يكون مسيء إسلام كنا عنصرية دم يقانو وأنو هذا كان عنصو ودين أرندانو معني سماها عنصرية ماها عنصرية ماها مرأها ليدتان أن ضمن المسلمين أن ليدينه لكن وحين وحقيقة حقيقة شرعية ودينية وواجب نقطها إنه عدينا إما كهدينه أرمضة مسلمين تان سواق هذا إنه أنا علماء إن أرماء أيان أسانيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كهيستا علماء غير هنديهم المبارك فيهم تكو أهنا الجلالة وانكايستا إن أسانيد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الستة أي كتيرة من الغمران كي عمد الحكام كي كتب بدن بكتيرة لكن كتب الستة هو رئيسة بخاري مسلم يو سنة الأربعة شيخي شيخ محمد يوسف سلاشن ترين كو كدوية وعالم سلفية من أهل الحديثة وشيخ أرماء شيخ هاسي بلوقة عمدة الأحكام كي أربعين كي أطراف كتب الستة أنت وأن كتب الأخري جزاه الله عنا خير وحويان دي أنا قو حنوا يستعين الشيخي جالس يقفل دي بديه إنه يقفل دي بديه هاي وعلم جيسة يدين تيسة يتقوى ديسة أنا قارن اللي باشوا قبيل كانوا يستنون ما هي سو قرن ميسين مركها لنا هاي ورنقد دايا وهنوا رنا إن رمضان أنو حرير إنسان يا ما قريك المحاه يا شيء كده يا هو حاسد ده سو قرميسين
سما مرك إخواني أنه أرنك إيج مشاكل واحد كده شان two extremes لبطه الروف بي كده شان قاربا قاربا تذكر أنه والله نايس وراعين عيا سو قرن ميسين مرك إلا إسرائيل ماها إلا إسرائيل ما إما كمثل كوكري خطبت أنا خطبت شمعون مسهاج تكيجات تكير مثل تابرن كأخري مالمي أرميها للسعوديين أيام واحد الور إما كأنوقة وحويا أباهي الشيخ عبد الرحمن كاري وشيخ البلد كي مجال لها هرجيسا أنا عرورة أيوه إلا قني أبترسم هذا إلا قني أبترسم هذا أو شيخ سحاق غارسيي ولو سيدا فيي أو يقولوا واحد تهاي محيط لي إن حسيني باتهاي أو هاشمي باتهاي أو قرشي باتهاي أنا قبل كورونا يا أنا كاسي دو أبترسم سوما أني أباهي أي شيء قف كروا حاران إن نسب كيس لوجوته ما إخواني صاحب كي أبد الحال كان صوف فريا ونسم الرونيا شخص مرون بكو أبتر صدا سماها ولكن إن كروا حويا دارود بكو تاب صدا وان داروديا ولكن كان هوية ويا وهلو متجر كروا أرامو كروا عربتنا وغامدي كان كروا تميمي تهلو متجر مركان أنصاب تن أخريو وعرور تلبرو وان قرك اللي نجيلن دب أينان أهين وحويا وجريمويا ومخالفة شرعية وجريمة تاريخية مخالفة شرعية يجريمة يجريمة تاريخية ويا ركوا حلين إخواني صدا النجا أن لأنه قلنا إنه نحن أرما النهاي ولاك أرما ده مسلم كانا إنه صومالي صومالي بهي لوما أقوله لوما أقوله أبدا ويوحن شريعة أي أحد دي شريعة أي إلى على سيد ركوا مسألة داسي وحلينا هاي قبيلكو ومهم إخواني إلا إلى على يقف الباب قبيل كيسي ونق قبيل كلا أنا ونصب شيئا لكن قبيل قبيلك إن دوغي سلاماريو أن لوحد قدبين أن ديج مسلمين تأن لغوب النيسن أن حولها مسلمين تأن لغوب النيسن وحويا وأرن حرانا إلا إسكال إلى واجد هاي أنت رينو هذي وحندل مريا أهمية دا أي ليه ده هي عقيدة الولاء والبراء عقيدة الولاء والبراء وأنا أرهن مهمة إن لك الله إذا قررنا لك خطابك الدعوي عالم الإسلامي كالصعودة إنه كلمة بشكل عام خطابك الدعوي عالم الإسلامي كالصعودة وحكوف ورارا لبارهم وخطاب وعدية وسهدية وترقيب للآخرة خطابك كان هو خطاب فقهي او فقهي لا برانايو او وخي فقهي كو كالمينايه علومتي عربيده لا برانايو لبدا خطاب عالم الاسلامي او هرجيسدا ان جوجنا اي كميتاي وخي حوق بكليهم اولموس شيخي هالله يا واحد اركيسا انو خطاب كيس هي خطاب وعديا اما درس فقهي لا دغايو أما علونتي عربي ذا اللي قايو خطاب كمان تضعيفي أباهن إلا صون وليا والخطاب العقائدي خطاب كعقائدي قويا هدي إساقل النولين وايو وضدك اللو أخري وايو وحويا قيبا بضنو عقيدة دي مسلمين تأه أيا ميشا كبحيس أي كم تأي عقيدة الولاء والبراء ما معنى عقيدة الولاء والبراء عقيدة الولاء والبراء وحويان إن الحكستو مسلمين إن الحكستو مؤمنين إن كوك القبيلة إن كوك القرومة إن كوك المضبة مسلم أو نبت حكسان إيسان والبراء البراءة من الكفار إن الاسكبرية شو قال أوردر كلمة أني لن يرى أن كحف دي شيخ الإسلام من تيمي رحمة الله عليه أي وحي هيد والمسلم تجب موالاته وإن ظلمك وأخذ مالك والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك كلمة دي وحي عالم عمري يسي كل ما يستيد دراسة والدراسين أي أصوش الشريعة أي أصوش عقيدة وحلاء ابن تيمية رحمة الله عليه والمسلم أو المؤمن
قفك مؤمن كواحد واجبة موالاته إلا حكتيستو مر والبا مسلم قالوا سورة عميسي مر والبا مسلم النصرة يهيل كاطلبو وادو نصرين ايصا قال كون حتى كون اكسي هاي وحويان ما تعلاني سيد هيل لما سيني سيد كمسلمين تم مانتا كما قني وتهويان واسم بر الحشوين او قفكي او تكنيا او عمرضة فريا بشي رمضان هدنا لغي ابو العياذ بالله انو كدعو فعلو كان سنة كفر يقالمو دين تلقبحو معناها الولاء والبراء وحايتهاي وحيابا كرد شاية ترى قبيالا دان هرر اي كطعي ان عقيدة الولاء والبراء مسلمين تمان تو وحي اسكو حكتيستان قبيل وحي اسكو حكتيستان وطنيات وحي اسكو حكتيستان قوميات ناشناليتي وحن ناشناليتي ايو يا وطنيات ايو يا قوميات ايو يا قابك عالم الاسلام اللي هو استعمال قبيلكو وحويا وصنعضة ساحركا قالك اي هوراني نو قميستي إما كان يقول قميص كان وحيا، وسنا عادي سويا، إسقى إنك القبيل قبي قبي نوك القبيل، إسقى وطن وطن نوك القبيل، إسقى إن قومي قومي دي نوك القبيل، وأي وام حي، مسالح لي س يدنيه س قميصيد أي أديجيا، وإلا أب الإسلام ولا أب لي سواه افتخروا بقيس أو تميم، يا وحلاها. هارو أنا كإسلام كأي أبا إسلام كان قوة ترصدا قيس يتميم هكوفا نامبي إنه قلوا إنه هنو ورقبيل كهدون تتكوفان أنا كإسلام كان أبا إسلام كان كوفاننا وإما أنت قيامها وكل آتيه يوم القيامة فردا سوما ما قبل قبيل بلا سوسة أورني ما قومي قومي بلا سوسة أورني قبيلك واحد كوتر مايو ما أنت حواش أنت وقدم بيسير كوكا بتنوائي يسكو هذا تلفون تسكو هذا دران إيه يسكو دران أي كل هذا نحوي ين ورهب الوارن كي بعد تبل كاره قارن أنت النولد تابو بحن أن تلفون كوكا سوديري تشين كانوا ورهن ما أنت عمود كوكا سبا كوكا يا كوكا قدم بيسا هذا صاحب مسلمنا أو حتى سومالي هين أو مريكانا أو ذو نولدين أما عربة أمو حطونا هذا النيجيريا وآدي أسكوت على إستين أسكوت على تين إنه كصوح استطلع يا أمريكا قارو كن نركو حتشي إلى صاحب كي يهبل إلى قبره ونور إلى قبره وضائنا ومحيط عليه والمحبة الإيمانية ويا تعالك الدين تأسمي الله مان إخواني والله دتك دتك الدين تأسكوت على هذا يقول يقول إسمي الله مان محبة قلبي إسكوت شرته مركب واحد نطلع مرنا دور حديث والنبي صلى الله عليه وسلم ومسائشا وكره الله حديث أبوه الرياح حويان حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يري الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الأفر تاسي وحكت نبي كت المامي من أوثق عر الإيمان قنتمها إيمانك كو أبو أضب ومراتب توصل رئيسة إيمانك صلاة الصنيه تكنس يلا كفل لي بدن صون كيس الصنيه ما أنت يدو خميسة على فرتين كاسة كفل لي بدن سكر ميسين واي وحويان ومن أوثق عر الإيمان ما هي تاي الموالاة في الله إن إلهي درت اللي سكحك تيستو أو إلهي درت اللي سكحر اليوم والمعاداة في الله إن إلهي درت اللي سكح على وتسدو مسلم كأياد أيال حتى كريجاني صار مسلم كأيال حريني صار قال كا قفور كحنا وحويا واد مكران سمحت له على واد بعض قاسا هدو برسوم مسلمنا وورالك ومعنا قيني صار ووحنا قنا يا أخوك في الله ولله تبارك وتعالى والحب في الله حديث كعبد الله بن عباس قال يسوع صلى الحب في الله إن الله يدرك الله لا يسكت على أبوه والبغض في الله إن الله يدرك الله يسكت نعوه تعايلك إلهي درتي ينعيبك إلهي درتي دينك أي كبدين عقيدة أي كبدين ما أنت قربه كورنا يبلا هذاك هنعن والعياذ بالله هنا وين كلمة أوليني إسلام ميديس دينتي سأي خطر قلسو بلا هذاك واوضا والعرب ويا إلوا والعرب يا قالي مسلم ما يسكو كينسا نصارى دلوا والله يهودا ولا لذين غسس وحش أو قراعس أين أين والله إخواني كلمة ذها عقيدة طابنا
طعنيها يا ورا السكيل عليه والله سلاد ما وحبكو ترين صوم با وحبكو ترين حج با وحبكو ترين حداد كل عظم ناقد من نواقض الإيمان ناقد من نواقض شهادة أن لا إله إلا الله قفكو كل عا يسوي كتبه بتكينين وندموا شهادا سلا كل انت أوكو داي كاس ومن المخلدين في النار يدو حجدي إن أي شرعي هذه كو قنتي كو هضاقي ويحويان كفرقو هذا الله ونقون كرا شك قلبي قانو ونقون كرا فعلنا ونقون كرا انت بولو قالوا بان واي وعلاني حديث كاسي النبي آيات صلى الله عليه وسلم ثانا وشهي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمنون تحوي إنما المؤمنون إخوة نصوص شرع هذا كتها الله فربضا آيات سياسي وقهض شيء الأخوة الإيمانية نبي صلى الله عليه وسلم وحيدي يقول الله تعالى يوم القيامة ما أنت قيامها إذا محشر كل تشوقه أي إله سبحانه وتعالى أرنا يا أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله محشرك أي إلهي كورنا يا ما أنت قيامها إلهي نوه الله وصف سفوه سكمذا وينقرنا إلهي محرنا يا سبحانه وتعالى أين المتحابون بجلالي كوي جلال كي يسكتش على ميان إيه قبيلة نسكتش عليهم إيه نسكتش عليهم وطنية نسكتش عليهم إيه قرابة نسكتش عليهم إيه أنا قدرت كوي يسكتش على ميان ما أنت ما أنت نوهرين يا هركي يضو هركي يمون هركي أنا ما أنت تشرين.